لو الحكاية فيها إن فيديو والله السيد نقيب الصحفيين السادة الوزراء السادة الحضور، أنا يعني أنا بعتبر نفسي حظي سيء جدا أنني لم أغني أي كلمات من هذا العظيم عبد الرحمن الأبدي، ولكن من يعشق سيد درويش وبيرب التونسي وبديع خيري وصلاح جهينة كل هؤلاء العظماء يجب أن يحب الأستاذ عبد الرحمن الأبدي لأنه يعبر عن ألام هذه الأمة. يمكن معالي الوزير وهو بيتكلم على الأبنودي أنا لم أتخيل لحظة أن معالي الوزير بهذا التذوق وهذا التاريخ في الفن، وأنت ما حضرتش كلمة، بس هو فعلا هذا المنبر العظيم نقابة الصحفيين هو فعلا الأستاذ عبد الرحيم حافظ تغير مجرى حياته بسبب الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي وما غناه محمد رشدي. ويمكن في ناس كتير ما تعرفش هذا الكلام، لكن فعلا عندما تكلم الأستاذ محمد رشدي قال هذا الموضوع فالصحافة في هذه الفترة ذبحوه، فلن يكررها مرة أخرى، ولكنه تاريخ. عبد الحليم حافظ غير مجرى حياته بسبب نجاح محمد رشدي مع هذا العظيم وبليغ حمدي، فتحية لهم جميعا. وأعتقد أن الصحافة هذا المنبر يستطيع تغيير هذا البلد، إذا لم يكن له تأثير هذا التأثير يأتي من عدم الصدق في عرض قضايا الأمة بهذا الشكل، وسيكون له هذا التأثير بإذن الله تعالى عندما يتم تكريم هؤلاء العظماء في حياتهم وليس بعد مماتهم. يعني أنا شايف هذا العظيم جمال بخيت وغيره من شعراء الشباب يجب أن يتم تكريمهم على كل عمل جديد يقدم. الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي رجل من رموز هذه الأمة، لا يكفي هذا التأبين البسيط، ولكن أعتقد وزارة الثقافة